بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد، أولئك الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وأرضهم، واجعلنا جميعا من محبيهم الحريصين على الاقتداء بهم في كل خير يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظر إلى هذه الأمور الثلاثة، وتحت كل واحد منها ما شاء الله. أول، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يحسن إلى المحتاجين إلى الإحسان ابتغاء مرضات الله ولما يقتضيه الإيمان بالله جل وعلا والرغبة في تحصيل ثواب الله جل وعلا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الضيف، بيّن أن جائزة الضيف يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، وكانت من مكارم الأخلاق التي عند العرب في الجاهلية اعتناؤهم بالضيف وإكرامه في ذلك الوقت الذي إذا لم يجد الضيف من يضيفه مات لا مأكل له. ثم مع ذلك يستمر هذا، ينبغي للإنسان أن يحرص على الإحسان إلى عباد الله بقدر مستطاعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على الإحسان للناس، قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من الإحسان، فإكرام الضيف والعناية به وابتغاء الأجر من الله جل وعلا والخلف فيما يبذله بحقه من مقتضيات الإيمان. الشأن الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وأمر الرحم أمر عظيم، ولما خلق الله الخلق أمسكت الرحم بقائمة العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك، يعني بالله، من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الرحم على حسب حاجة الرحم من الأقارب، والرحم هم أقارب الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه، كلهم ذوي قربة، كلهم ذوي قربة. فليحتسب الإنسان في قرابته أن يحسن إليهم ويحرص على المواصلة معهم بقدر الإمكان، بل حتى إذا أساءت القرابة إلى الإنسان ينبغي أن يقابل الإساءة بالإحسان. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما قال النبي له صلى الله عليه وسلم: قاطع من قطعك، اجهل على من جهل عليك، لا، قال: إن كنت كما تقول، يعني تحسن إليهم وتصلهم وتبرهم وتتجنب قطيعتهم، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنك تحثو في أفواههم التراب الحار الذي تحت النار، ولا يزال معك من الله سلطان. ومعلوم أن أعلى قدر في ذوي القربى الوالدان وما يتعلق بهما وأبائهم، هؤلاء أعلى درجات القرابة، ويشمل أو تشمل القرابة كل ما يتصل بالرجل من جهة أمه، أو الإنسان من جهة أمه أو من جهة أبيه، كإخوان الأب وأخواتهم وأبناء أخوتهم وأبناء أخواتهم إلى آخره.
وكإخوان الأم وأخواتهن وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وغير ذلك وذوي القربى عموما. فالمسلم ينبغي أن يحرص على أن يتصف بمكارم الأخلاق وأحاسنها فيما يتعلق بذوي القرابة. ثم إن من القرابة من يكون عقوقها من أكبر الكبائر، فإن النبي لما أخبر قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، فذكر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. ولا أمر الله جل وعلا بالمواصلة بالحسنى واللطافة مع قيام الطرف الآخر بالدعوة إلى الشرك والكفر إلا ما يتعلق بالوالدين، فقد قال الله عنهما وإن جاهداك أي الوالدان لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن ما قال وقاطعهما اهجرهما انبذ علاقتك بهما، لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فإن حق الوالدين حق عظيم، حتى لو كان الوالدان يدعوان الولد من ذكر أو أنثى إلى الكفر إلى الشرك بالله إلى أكل أموال الناس إلى غير ذلك لا يطيعهما في المنكر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله، يعني أن من يأمرك بمعصية الله ولو كان له قدر وشأن ومكانة من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عالي أو نازل لا تطيعه فيما يتعلق بالمعصية، بل لو كان واليا حاكما لا تطيعه في معصية الله، اسمع وأطع في حدود ما يتطلبه أمر السمع والطاعة للولاية، ولكن لا تدخل في السمع والطاعة معصية الله جل وعلا، فاحرص أيها المسلم. الشأن الثالث في هذا الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يتكلم بخير بأمر بالمعروف نصح ونصحة إرشاد بيان حق تحذير من باطل إلى غير ذلك من الخيرات، إذا لم يكن فاعلا فلا أقل من أن يمسك لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بين له شأن الإسلام وشأن أمر الصلاة وشأن أعلى شيء في الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه الجهاد في سبيل الله الذي قال وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، قال ألا أدلك على ملاك هذا؟ قال بلى، قال أمسك عليك هذا، فأمسك النبي بطرف لسان نفسه، فقال معاذ رضي الله عنه وإنا يا رسول الله محاسبون على ما نقول بألسنتنا، قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان إن استعمل في خير في ذكر وتسبيح وتهليل ونهي عن منكر وأمر بمعروف وإرشاد إلى ما يحسن الإرشاد إليه فهو من كواسب الأعمال الصالحة وجوانب الخير للعبد، وإن استعمل في أمر آخر كان من حصائد نار جهنم ومن الموبقات المهلكات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخاطب المسلمين المسلم من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان الذي بين لحييه في فمه وما بين رجليه أي الفرج من المسلمين أضمن له الجنة، فأمر اللسان شأنه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها الشقاء إلى يوم يلقاه، الكلمة الواحدة السيئة التي يلقيها الإنسان مما يتعلق باعتراض على الله أو اعتراض على شرعه وأنبيائه ورسله أو غير ذلك مما لا يرضاه الله فيتجرأ عليها يكتب له بها الشقاء، إلا إن تداركته الرحمة أرحم الراحمين فوفق للندم والتوبة والصدق بالرجوع إلى الله والإحسان بالعمل
وكلما تذكر الخطيئة بادر بالتوبة إلى الله والاستغفار. فانظر أيها المسلم، هذه الجوانب الثلاثة: إكرام الضيف وما يتعلق به، صلة الرحم بر ذوي القربى وما يتعلق به، صيانة اللسان أن يتكلم بما لا يفعود عليه بخير. اللسان إذا وفق الله العبد فاستعمل لسانه فيما يرضي الله، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب الله له كأنما أعتق 10 رقاب، وعتق الرقبة يكون من أسباب عتق رقبة المعتق من النار. يعني كلام يقوله الإنسان يبتغي به وجه الله، يتقرب به إلى خالقه جل وعلا، يكتب له الله خيرا كثيرا. هذا اللسان إما أن يكون مصدر سعادة ورضا وقبول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة كفرت خطاياه بذلك اليوم. فهذا اللسان مصدر أرباح عظيمة وجالب أمور خيرة عالية إن استعمل فيما يحبه الله ورسوله، وإن استعمل في الجانب الآخر من أي شيء من فواحش الكلام. كلما كبر السوء وعظم البلاء، كلما عمت المصيبة وطمت الطامة، فنسأل الله العافية. فاحرص أيها المسلم، احرص على أن تكون قائما بما ينفعك، مستعملا لسانك فيما يعود عليك بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا. اجتهد في ذلك، ثم تذكر أن الله عفو كريم، كما ينبغي أن تتذكر أن الله علام الغيوب، يعلم السر وأخفى. فاجتهد، كلما حصلت حفوة أو زلت منك كلمة أو فكرت في أمر من الأمور ولم تتكلم به، فالله عفو كريم. فإن عمدت على ترك المنكر قاصدا تركه بعد أن فكرت فيه، فهذه توبة يكتب لك في الله بها الخير الكثير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصرفنا عن جميعا عما لا يرضاه لنا جل وعلا، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يفرج كروبات المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأن يعاجلهم بالفرج ويرفع عنهم المذلة والظلم والعدوان، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبادر بفضله وإحسانه لنا بالانتقام من الظالمين، من نصيرية ومن يعينهم في هذه الدنيا، من كفار أصليين في كفرهم، ومن صفويين فجرة في أعمالهم يكذبون الله ورسوله ويكفرون صحابة محمد. فأسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم ما يغتبط به كل مؤمن ويحز في نفوس الظالمين أجمعين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أهل الشام لصدق التوبة إلى الله والإنابة إليه، والحرص على الخروج من المآزق والمظالم، والحرص على إحسان الحالي والسعي المتواصل في القضاء على كل ما يعكر صفوهم من دولة الكفر النصيرية، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، أن يشفي مريضهم ويغني فقيرهم ويشبع جائعهم ويكسو عاريهم ويفك أسر مأسورهم، وأن يرد غربة مغتربهم العاجز عن الرد إلى أهله، إنه مجيب الدعاء. كما أسأله جل وعلا أن ينهض جميع أسباب الفتن عن جميع بلاد الإسلام في كل مكان، من دول المسلمين، من البلاد العربية وغيرها، وأن يحل محل ذلك التعاون على البر والتقوى والتناصح بالحق والهدى، وأن يعاجل أهل اليمن أيضا بالقضاء على الفتنة الحوثية الخبيثة التي أصبحت تمتد وتنتصر بنصر الصفويين الرافضة في إيران ومن يعينهم الرافضة في بقية الدول العربية، كما أسأله جل وعلا أن ينصر كل من ينصر أهل اليمن بالحق والهدى، وأن يخذل كل من يناوئهم على نصرة حوثييهم الفجرة، كما أسأله جل وعلا أن يحسن حالنا جميعا، وأن يوفقنا للعمل الصالح
وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا فيها، وأن يوفقنا لحسن استغلال بقية شهرنا، وأن يتجاوز عما حصل منا من تقصير فيما مضى. ولا شك أن التقصير كثير، ولكن عفو الله أوسع من كل كثير. اللهم يا حي يا قيوم، حقق لنا ذلك عجلا غير آجل، ووفقنا جميعا لحسن مقلاقات العشر الأواخر من رمضان، ووفقنا أيضا لحسن مراجعة ومقابلة ليلة القدر، ووفقنا للعمل الذي يرضيك عنا، واجعلنا جميعا يا حي يا قيوم من الموفقين لصالح العمل، الحريصين على الأخذ بأسباب رضاك، الخائفين من عذابك وغضبك، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.